امبارح انتشرت مجموعة من المقاطع الجديدة لجيسو وهي في باريس، وخارج الفندق المكان اللي كانت بتقيم فيه كان في انتظارها بعض المعجبين. وكالعادة بكل لطافة وتواضع انتظرت جيسو عشان توقع على ألبومات المعجبين. وعلى الرغم من ان الجو كان بارد جدا وان جيسو كانت بترتعش بشدة، ولكنها فضلت مع المعجبين وفضلت تودعهم حتى دخلت السيارة. ومن شدة لطافة جيسو تقدر تشوف البوديجارد معاها بيضحك عليها. وبعدها بيوم واحد بس شاف المعجبين جيسو مرة تانية وهي بتخرج من الفندق ولكن بدون جاكيت، والمعجبين انتبهوا بشدة انها كانت مستعجلة جدا مع مدير عملها سايروم والبوديجارد، وكان واضح جدا مكياجها السموكي الداكن، وده اللي اكد انها كانت في طريقها لتصوير حملة اعلانية جديدة لصالح علامات ديور. مش كده بس، كمان شارك واحد من المعجبين واللي راح لمطعم كوري في باريس انه اتفاجئ جدا من صاحب المطعم لما كان بيعلق توقيع جيسو على الحائط، واتضح ان جيسو تركت المطعم من قبل وصول المعجب هناك بساعة واحدة بس. ومع باقي اخبار بلاك بينك امبارح كان يوم ما يتنسيش لكل محب المجموعة، بعد ما تم الاعلان عن تجديد بلاك بينك العقد مع وكالة واجي. وبوست انتشار الاخبار الحلوة دي اعلنت جميع مواقع الاخبار الكورية عن خبر انفصال جيني عن تاي عضو بي تي اس بعد حوالي عامين من المواعدة. ورغم ان الاخبار دي انتشرت في كل مكان ولكن ما كانش فيه رد واضح ولا من وكالة واجي ولا من وكالة اتش واي بي. ومع اشتعال جميع مواقع السوشيال ميديا شركة جينيا والبوستيليا من بعد انتشار خبر انفصالها، وكان المنشور عبارة عن ستوري لأغنية بعنوان سعيدة من أجلك للمغنية آسيا تشاو. وعلى طول شاف بعض المعجبين ان جيني وجهت رسالتها الأخيرة لتاي من بعد الانفصال، ولكن بعض المعجبين التانيين قالوا ان آسيا تشاو هي صديقة مقربة جدا من عضوات بلاك بينك، وعشان كده أظهرت جيني دعمها لصديقتها من خلال إعادة نشر أغنيتها الجديدة. وحتى قدر الجميع يشوف جيني هادية جدا في مواجهة كل الإشاعات دي، وخصوصا من بعد عودتها إلى كوريا من إنجلترا. اكتب لي في التعليقات رأيك انت ايه في أخبار اليوم، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.